كان انا القضيه ديال عيد الاضحى معقده بزاف، وكنتمنى ان امير المؤمنين بمساعده مجلس العلماء يصيبوا لها شي حل. ولكن الاشكاليه ديال الكسابه اللي كيتسناو الفرصه ديال العيد باش يسترجعوا مالهم، وديك الشيء اللي استثمروا في الكسيبه اللي وجدوها ومحتاج ليه، لانه والا ما غادي يسيبش باش يوكل حتى ودا بقات عنده الكسيبه راه ما عندوش باش يوكلها، ودا مشات تباتت له بالجوع ولا بالعطش راه تكون ازمه كبيره بالنسبه خانقه بالنسبه للكسابه، وهذه قضيه مهمه جدا اقتصاديا وفلاحيا. ثانيا كاينين الناس اللي كيتسناو السنه كلها العيد الاضحى باش يمكن لهم ياكلوا اللحام، لدرجه حنا عندنا واحد الثقافه ديال الخلاء وديال القديد، والمغاربه كياكلوا في الحولي كل شيء، كياكلوا الكوارع وكياكلوا العيون العينين ديالهم الودنين المخ ما عرفتش كيف نفسر لكم، بول المصارن بول سيس ولا اش كتعيطوا له، كلشي زعما نعرفوا القضيه دي. راه الناس ديك ال 15 يوم وديك الشهر كيبقاو ياكلوا في ديك الحاوليه، انا قلت لكم كاع كيبسوه في السطوحه باش يمكنهم ياكلوا مده شهر، غتمشي تمنعهم ما عرفت كيفاش غتجيهم. بقات انه كخصنا جميع نخمو بشي حل، نحلموا ان فعلا نتيجه كورونا ونتيجه ان كل شيء خاف وكل شيء ترعب وكل شيء شاف الموت امامه وكل شيء كيتسال واش هذا غضب ديال الله، الناس اللي كتشوف بان الحج ما كاينش العام، ان المساجد تشدت، انه الطواف ما بقاش ما دي اربع شهور، يفهموا لي ربما هذا انذار رباني وبغوا يردوه له بالخير، يعفيوا نفوسهم هاد البرجوازيين الأغنياء أصحاب السلطة أصحاب المال حسب أصحاب القرار أصحاب النفوذ، يسمحوا في العيد ولكن يعيدوا للفقراء. مثلا أنا كنعرف أن الوزراء والضباط الساميين وبعض الشخصيات كيتوصلوا أحيانا بجوج ديال الحوالات دار المخزن دار العيد، هاد جوج الحوالات نعطيهم للمغاربة الفقراء المحتاجين، ما يبقاش فيهم تخلو يدعو تسنيو الباء، ولكن خص واحد المراقبه، مراقبه جديه، وكل واحد يحلف ويخلي هو وضميره امام الله سبحانه وتعالى، ونعتبره بانه اي واحد دو اي شيخ ولا فوق ما يعيدوش غادي من لا ماسني لا حبس لا قانون لا فرصو كتير قاس كتدفع في عباد الله لا والو، خليه منه نصيد ربي يكون الغضب الرباني. هذاك اللي كاين دابا كاين المنافق كاين الكافر ها، وكاين المنافق اللي واقف اسم الكافر، لان كاتك دو الوجهين هو اللي الله سبحانه وتعالى، وهذا عاوتاني شي سفليه واحد اخرى شي 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 مكان ولا شي بلاصه اقل من 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 من, من النفاق. خليه لله، خمو خلينا نحلموا، راه من حقنا نحلموا، راه الحلم هو اللي جعل ان الانسانيه تقدمت، كنقولها وكنعاود نقولها، لان الناس كيظنوا بانه مستحيل توصل للقمر، عمرنا ما كان عمره ما كان الانسان يوصل للقمر، لان ظنوا بانه غير مستحيل ليحققوها.